كثير من الأشياء اللي أنا وصلت لها في النهاية، لكن وصلتها كثير متأخر. كنت أتمنى يا ريت زمان. المماطلة داء خطير، داء ممكن يضيع للإنسان عمر، عمر كامل ممكن يضيع في التسويف، عمر حياة ممكن تضيع بالتسويف، نجاح ممكن يضيع بالتسويف، إمكانيات ممكن تدفن بسبب التسويف. ولنتذكر في صورة المنافقون أجمل صورة لخطورة التسويف والمماطلة، بيقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وباقي الآية وأكن من الصالحين. هذا قمة صورة الأثر السلبي للتسويف، أن يوصل إنسان يقول يا رب بس لو أخرتني شوي بكير، بعد إيش خلاص انتهى الموضوع. فحتى لا ينتهي بك الأمر أن تندم، تعال نفهم أنا وإنت بشكل علمي ما هو التسويف، شو هو المماطلة، تعال نتعلم كيف لو قررنا شيء نبدأ فيه، تعال نتعلم كيف نرفع مناعتنا ضد أسباب التسويف ونمتنع عن تحويل التسويف إلى عادة. التسويف ليس خطر بحد ذاته، الخطر هو تحويل التسويف إلى عادة التسويف. ليش منسوف؟ أين هي قوة الإرادة؟ الفرق بين الإرادة وقوة الإرادة؟ كل ما تريد تعرفه عن التسويف وتمرين سيجعلك تتجنب التسويف وتتعامل معه بطريقة ذكية. انضموا لنا في ورشة عمل أو تدريب مكثف سيكون إن شاء الله في شهر 10. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. تواصلوا معنا يعني عبر الواتساب اللي موجود في أعلى الفيديو أو وصف الفيديو، أو الذهاب مباشرة إلى رابط التسجيل والتسجيل لنقضي على التسويف.